أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلم أنني انتفعت بالسيد رشيد رضا وبمجلته المنار خاصة انتفاعا كثيرا، بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف في بهذه المجلة. أين لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته أنه انحرف في قليل أو كثير من ما جاءت به السنة، والسبب في ذلك أنه كان ابتلي بمن يسمون بالقدانية. تعرفونهم؟ لا، القديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين، غلام أحمد القدياني، هم معروفون عند أهل السنة بالقديانية، وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية، فهم يقولون نحن أحمديون، ولهم هدف خبيث بالفرار من تلك النسبة إلى هذه، لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد قادياني، وهي قاديان، وينتسبون إلى أحمد لأن ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد، وإنما هو غلام أحمد، وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد، فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد، والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والأعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام، فغلام أحمد هكذا عرف الرجل، ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه، مثل قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هذا أحمد؟ هو محمد هنا؟ لا، هو أحمدهم هكذا. وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته. أنا هذا درسته شخصيا بأن يبتليك بمجادلة القدانية هناك بدمشق سنين طويلة، فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد، أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، فحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد، اسمه أحمد، لكي يضلل الناس أن هذه الآية تعنيني أنا، وأنا اسمي أحمد، أما محمد النبي المبعوث رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد، هكذا أوهم المضللين به. ولذلك فهو إتماما لإضلال شيخه لهم يضلون العالم بأنهم أحمديون، ليسوا منتسبين لأحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وإنما لأحمد دجال الكذاب. هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغراقا في الضلال، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الدين ضرورة، يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معنا، ولا يخفى على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلا عن الكلام الإلهي ليس مقصودا بذاته
وإنما هو وسيلة للمعاني، فكما يقال الألفاظ قوالب معاني. فما الفائدة إذا آمن مؤمن ما بآية ما ثم لف دار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة لهذا المعنى باللغة القرآني؟ هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن الذين لم يعلنوا الخروج عن الإسلام، وإنما لا يزالون يدعون عنه مسلمون ونؤمن بالقرآن. القديانيون هكذا مثالهم، يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه، ولكنهم يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، كما حكى ربنا ذلك في القرآن الكريم عن اليهود. هم يعتقدون مثلا بأن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام، على الرغم من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: ولكن رسول الله خاتم النبيين. هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين، لكنهم ينكرون، كما أنكر المعتزلة القدر وأنكر الصفات الإلهية ونحو ذلك. فهم يقولون خاتم النبيين ليس معنى آخرهم، وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الإصبع، فهو زينتهم. طيب، هذا موقفه من القرآن. ما موقفه من أحاديث المتواترة في أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن، وما لم يستطيعوا نسفوه نسفا وقالوا هذا مخالف للقرآن. من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة وبكى علي، فأنسه عليه السلام بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قالوا: هذا حديث صحيح، لكن ما فهمتموه جيدا. لا نبي بعدي أي معي، أما بعده يعني بعد وفاته في نبي. هذا مثال آخر، يعني كيف يحرفون الكلم من بعد مواضعه. أيوة، لهم ذكاء دول مع ضلالهم، يعني في ذكاء، لكن الذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين: قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا. لذلك الذكاء شيء والعقل شيء. أنت ترى خير التفاسير بعد ابن كثير. عفوا، أنا جعلت الاستفهام طويلا جدا، يعني كنت أتكلم عن السيد رشيد رضا وأنني استفدت منه، لكن رأيت منه بعض الانحرافات، منها بسبب رد عن القادانيين. والقادانيون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو عيسى المبشر به في الحديث، وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة. لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، ليس المقصود عيسى، وإنما بمضاف محذوف تقديره مثيل عيسى. لفوا دوران، من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القادياني. السيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة
دامغة قاهرة إلا بالتشكيك في أحاديث نزول عيسى عليه السلام. شان إيش يخلص الجمهور متأثر بالقديانية؟ لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبة إليه مع فضله وعلمه أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل، وإنما هو فهم النصوص فهما جيدا. المسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي. نعود إلى مسألة القدر، وهي مشكلة مشاكل في الواقع من يوم ولد في المعتزلة إلى اليوم. المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفر والخير والشر، فهذا معناه أنا مجبور، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذا ما المخرج عندهم؟ لا قدر. إذا ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته العلم، لكن ما استفادوا شيئا من هذا الإنكار، لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضا بالقدر الإلهي. من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة لا فرق بين العقيدتين، عقيدة الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي، لا فرق من حيث المشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا إذا قلنا إن الله قدر وكتب الإيمان والكفر والخير والشر لازم منه الجبر. كذلك نقول نحن لا شك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الإلهي أنه وفق العلم الإلهي، كذلك الكتاب الإلهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم المسمى إيش؟ في الحكمة والنعم لا لا في الحكمة والقدر والتعليل، نعم شرح شفاء الغليل، نعم حسن. فهناك مراحل الكتاب، كل هذه الكتاب الأولى والأخيرة التي والولد في بطن أمه بطبيعة الحال على وفق إيش؟ العلم الإلهي. فإذا الإشكال الذي أوردوه لا يزال قائما، بمعنى حذفنا الآن من أذهاننا ما حذفوه هم من عقائدهم وهو القدر الإلهي، طوينا عنه صفا مؤقتا. كذلك الكتاب الإلهية، وأن نتفق معهم هناك العلم أو هم يتفقون معنا. طيب سبق في العلم الإلهي أن فلانا سيكفر، هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟ طبعا لا. طيب كتاب الإلهي يتغير؟ لا. القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم لا قدر؟ واضح؟ إذن يجب الإيمان بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأويل ذلك بما يتفق مع الأدلة الأخرى. نعم أي نعم يا سيدي، كنا وصل بنا الحديث إلى أيوة، فما استفادوا شيئا
من إنكارهم القدر بحجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذا صار المكلف مجبورا. نقول لهم هل العلم الإلهي يتغير؟ سيكون نعم العلم الإلهي ما يتغير فسيكون من جوابهم أنه لا يتغير. إذن هل سبق في العلم الإلهي أن فلان سعيد فلان شقي؟ فمن قولهم أنه أحاط بكل شيء علم إذن لا يتغير. فما جوابكم عن العلم الإلهي الذي لا يتغير؟ فهو جوابنا عن القدر الإلهي الذي لا يتغير. هذا كما لا أخفاكم جواب جدلي لكنه حق لكن عندي جواب آخر. ما سبق في العلم الإلهي أو في القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع، لا يختلف قيل شعر. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين آل المعتزلة وخصومهم الجبرية جواب يشمل الفريقين معا، ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلة. إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقائع على حقائقها الجلية، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقائع على حقائقها الجلية، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة وما هم مجبورون أيضا. نبدأ بعمل القلب. عمل القلب مجبورون فيه لأنه من خلق الله الذي ليس للبشر فيه خيار، ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة لإماتة صاحبها. كذلك نقول في كون زين من الناس طويل آخر قصير بديل نحيل وإلى آخر ما هنالك. هنا يصدق قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية. هناك أمور أخرى تصدر منه باختياره. فالآن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا تتكلمون أيضا معنا. هل أنتم يا معشر المعتزلة الجبرية لهم خطاب آخر قلنا آنفا، أنتم معشر المعتزلة تقولون أننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون أم مجبرون؟ سيكون من قولهم مختارون. طيب في الحالة الأولى أو الأمثلة الأخرى
مختارون أم مجبورون؟ يعني في كون حركات القلب وإنسان طويل وآخر قصير وأبيض وأسمر وأسود إلى آخره، مختارون أم مجبورون؟ ما يستطيعون أن يقولوا مختارون. هذا هو. إذن هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل، سبق في علم الله عز وجل. فالعلم يشملهما الصورتين. ننزل الآن إذا ما أنكرتم من القدر، القدر يشملهما أيضا، لأننا قلنا أن القدر إلهي وفق العلم الإلهي، فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على حقيقة، يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه. فمن هذه الحقيقة القدر مطابق للعلم الإلهي. إذن أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول فأنا لا أسأل عنه، لأني لا إرادة لي. كون واحد أسود فاحل قد يعير الأبيض بسواد بشرته مثلا، لكن لا يعير لأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لكن أنا إذا انحرفت أو شتمت وعير، لماذا؟ لأنه من قسم آخر، في إرادي. فإذا ما هو الإشكال في إنكاركم من قدر؟ والقدر يكتشف الواقع بقسمين. نحن آنفا ضربنا القسم الأول لأنه واضح لا جدل فيه إطلاقا ومفهوم لدى الجميع. الآن نضرب مثلا في أعمالنا نحن التي تصدر من جوارحنا. إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله، هذا قتل خطأ، لكن بفعل إيش؟ الإنسان، مش فعل الإله مباشرة كما هو القسم الأول. هذا مقدر أم عفوا لا أقول المعتزل مقدر، سبق في العلم الإلهي هذا العمل ولا لا؟ ولذلك كان من العدل الإلهي أنه لم يؤاخذه الآخرة لأنه قتل خطأ. طيب كذلك نحن نقول، نحن المؤمنين بالقدر الإلهي، القدر الإلهي سجل علي هذا الخطأ، هذا القتل خطأ، ولذلك ما يؤاخذني. لكن إنسان آخر، سنقول إنسان آخر أيوة، وفي ليلة لا قمر فيها رصد خصما له وهيأ لقتله، فرماه بندقية أو طعنه بخنجره، هل يسوي هذا وذاك؟ لا يسوي. يعني مثلا هذا متعمد، وكما يقولون في القضاء اليوم عن سابق تصميم وإصرار. كلاهما الصورتان سبقتا في العلم الإلهي بلا شك، لأنه أحاط بكل شيء علما. فما المانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللوح المحفوظ فكان قدرا؟ فالقدر إذن يحيط بالواقع على حقيقته، إن كان جبرا لا مؤاخذة، وإن كان اختيارا فهنا مؤاخذة. فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب ملزم بالإمام القدر، كذلك الجواب الأول، لكن ذاك الجواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب. على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة، منها قضية نزول عيسى عليه السلام. أشكل الأمر على السيد رشيد رضا رحمه الله، ومنه استقينا نحن هذا منهج السلف والحديث، وأشكل على كثير من علماء الأزهر كشلتوت وأمثاله.
أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام بآخر زمان. لماذا؟ قالوا لأن كثيرا من الناس ادعوا العيسوية. وهذا فلان أحمد القادياني، كثير منهم ادعوا المهدوية، وجاركم هناك في السودان المهدوية هذا معروف. وفي التاريخ الإسلامي كثير ممن ادعى العيسوية وادعى المهدوية. إذا سدا لباب هذه الدعوات الباطلة من ريع الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هذا خطأ، بخطأ مثله وشر منه. أنا قلت في بعض الكتاب ردا على أمثال هذا، أنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها لأن الفراعنة ما انتهوا بعد، فبعضهم يدعي الألوهية، فلنريه الناس فمن هذه الدعوة وهي أبطل الباطل ما في ألوهية انتهت المشكلة. هل هذا معالج القضية؟ نحن نقول أخيرا نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف فتبعهم الخلف على هدى من ربهم، لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث المهدي عليهما السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي. لا يوجد في هذه الأحاديث كلها ما يشعر بهذا الفهم الخاطئ الذي وقع في بعض المسلمين، ولذلك أنكر بعض المصريين هذه الأحاديث كان يزيح العذر بزعمهم من طريق عامة المسلمين. ما في فائدة، ما في فائدة، لا ينزل عيسى ويخرج المهدي. هذا فهم خطأ كما فهم الجبريون من القدر ووقعوا المعتزلة ثم أنكروا الجبر وأنكروا معه القدر. ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه السلام وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما، إذن يجب علينا أن نعمل، لأن عيسى إن نزل وجد الأرض مهيئة لقائد يقودهم. وإذا نزل عيسى عليه السلام والمسلمون كما هم اليوم، أنا أقول هذا كلام مؤمنا به، سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم وليلة، يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته، لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لبث في قوم 20 سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بقوته وعلمه، ثم امتدت ظلالها كما تعلمون من تاريخ الإسلامي. فإذا عيسى عليه السلام يجب أن نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله. إذا ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج بأنها تحض المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجده الغازي، لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغالب. إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى وخروج المهدي؟ لا إشكال أبدا. دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا في العالم الإسلامي من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم.